بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أيها السائل ما الخطب الفظيع، أيها السائل ما الخطب الفظيع، أيها السائل ما الخطب الفظيع، ما نحيب العرش ما الصوت المريع. يا من تسألني شنو صاير، أيها السائل ما الخطب الفظيع، ما نحيب العرش ما الصوت المريع، أسرع الخطوة إلى البيت الرفيع، واسأل الأشهاد عن بنت الرسول. يا من تسألني ليش العرش يبكي، يبكي لأجل البيت، البيت فيه شهود، روح اسأل الشهود شاهدا شاهدا شنو اللي صار حتى يسولفوا لك. بعد ليلة الختام، والختام لفاطمة الزهراء. أيها السائل ما الخطب الفظيع، ما نحيب العرش ما الصوت المريع، أسرع الخطوة إلى البيت الرفيع، واسأل الأشهاد عن بنت الرسول. يعني لمن أسأل؟ من الأشهاد؟ سل عليا عندما جار الصحاب، سل عليا كان موجود بالبيت، سل عليا عندما جار الصحاب، كيف أهوت فاطم فوق التراب، سل عليا عندما جار الصحاب، كيف أهوت فاطم فوق التراب، تشتكي ركلا ومسمارا وباب. سل عليا عندما جار الصحاب، كيف أهوت فاطم فوق التراب، تشتكي ركلا ومسمارا وباء. أي صبر ذاك يا فحل الفحول، أي صبر ذاك يا فحل الفحول. هذا الشاهد الأول. مجتباها 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 مجتباها، هل رأى نسف الدماء؟ مجتباها هل رأى نسف الدماء، حين سالت من سياط الجبناء. مجتباها هل رأى نزف الدماء، حين سالت من سياط الجبناء. وبضرب السوط أمست في انحناء، أمست في انحناء ألف وويلاه للطهر البتول، ألف وويلاه للطهر. هذا الشاهد الثاني. الآن سألنا علي وسألنا الحسن عن سواد المتن، عن سواد المتن، عن حمر اليدين، عن سواد المتن، عن حمر اليدين.
يا فاطمة عن سواد المتن عن حمر اليد عن نثار القرض ينبيك الحسين. تراتش ليش انتثرا يا جماعة؟ التراتش بحدهم طاحني وأكو ضربة أكو صفعة أكو لقمة. عن سواد المتن عن حمر اليدين عن نثار القرط ينبيك الحسين. أصبحت محمرة خدا وعين يعني ذاك الرؤوس والخطب المهول. اي والله مهول يا لذاك الرز والخطب المضوح. أحقيق لم تذق طعم الهجوع فاطمة؟ صدق ما بدأت تنام بالليل فاطمة بعد أبوها؟ أحقيق لم تذق طعم الهجوع أرقتها رضوة بين الضلوع. أحقيق لم تذق طعم الهجوم أرقتها رضوة بين الضلوع. كم رأتها زينب تجري الدموع. هاي صار شاهد علي وشاهد حسن وشاهد حسين وشاهد زينب. أحقيق لم تذق طعم الوجوع أرقتها رضوة بين الضلوع. كم رأتها زينب تجري الدموع تطلب الموت بآمات تطلب الموت بآمات تطلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا للعمل جزاء وآثار، بينا آثار الأعمال فيما بينها من خلال أربعة محطات وانتهينا من ذلك، ثم بينا ارتباط العمل بالعامل هم من خلال شبكة آيات وانتهينا من ذلك، ثم انتقلنا إلى آثار الأعمال على الغير من خلال شبكة آيات عبر أصول إذا الإخوة يتذكرون، أصل ولا تزر وازرة أصل آخر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا ارتباط العمل بالغير. أيضا أكملنا آيات ذلك. بقيت عندنا محطة أخيرة حتى أسولف شوية عن الزهراء سلام الله عليه. المحطة الأخيرة البارحة بديناها، بس البارحة وصلنا إلى نكتة قرآنية جديدة، جديدة جدا جديدة ومهمة ومفيدة، أنه تأثير الأعمال على الكون من خلال تأثير إيجابي للأعمال الحسنة وتأثير سلبي للأعمال السيئة على الكون على البيئة. هذا البارحة هم أيضاً تكلمنا فيه كثيراً، بس أريد أركز على الشيء الأخير اللي بيّنته البارحة لأن كلش مهم جديد ما مقيول على المنبر سابقاً لأول مرة يطرح، اللي هو أكو فرق بين فتحين في القرآن الكريم، فتح لنعم مادية من أجل الاستدراج، قلنا رب العالمين عند عقوبة تأديب عند عقوبة تهذيب عند عقوبة استدراج عند عقوبة إهلاك. طبعا الاستدراج هم تقدر تخلي لها عنوان ثاني، استدراج وإملاء. القرآن الكريم مو يقول أملي لهم إن كيدي متين كذا أملي لهم، يعني نعطيهم فرصة بعدين أضربهم، استدراج بعدين إهلاك. الاستدراج فتح أبواب النعمة،
بس مو فتح أبواب بركة، لا مو بركة، فتح أبواب. ولهذا هاي يعني أنا ليش هذا البارحة؟ هو الثاني انفتح، بس فرق بين الفتحين. البارحة ليش ركزت على هذا الموضوع؟ لأن أكو مشكلة، أكو سؤال يطرح، أنه أنت تقول الأعمال الحسنة تؤثر إيجاباً، الأعمال السيئة تؤثر سلباً. زين، الأعمال الحسنة تؤثر إيجاباً، هاي في العالم الآخر اللي ما عندهم دين الإسلام مثلاً، ونشوف أكو عندهم خير، أكو عندهم مال، أكو عندهم أولاد، أكو عندهم أكو عندهم أكو عندهم، هاي شلون نزلتهم؟ ما عندهم عمل صالح حتى تنزل عليهم. قلنا هذا إملاء، هذا إمهال، هذا استدراج، هذا مو فتح بركة. شوف القرآن، البارحة أنا قرأت لكم الآية بس ما يخالف، مهم أركز عليها. فلما نسوا ما ذكروا به، هسه شنو ما ذكروا به؟ ما أدري أكو بادي الإخوة شنو ما ذكروا به؟ الإنسان يولد على فطرة التوحيد أو ما يولد على فطرة التوحيد؟ سؤال، الإنسان يولد على فطرة التوحيد ولا ولد على فطرة التوحيد؟ البيئة الحاضنة أثرت عليه فأنسته الله تعالى، بالنتيجة هذا نسي أو لم ينسى؟ الله جل وعلا يذكره أو لا يذكره؟ يذكره، يذكره من خلال ماذا؟ من خلال أنبياء، من خلال رسل، من خلال أئمة، من خلال حجج. يقول علي: وواتر إليهم أنبياءه رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم، ويذكروهم منسية نعمته، منسية نعمته. رب العالمين يقول أنا حتى لما أجيبهم للدنيا على فطرة التوحيد، باعتبار الدين فطرة، التوحيد فطرة، هذا بحث الثاني هناك، من خلال ذنوبهم آثابهم بلران أم على قلوب أقفالها ختم الله طبع الله، صحيح يا لا؟ نسوا أو لم ينسوا؟ نسوا. من نسوا رب العالمين تركهم هكذا يذكرهم من خلال الأنبياء والأئمة والحجج. يعني رب العالمين ما مقصر مع الإنسان يا إخوة، رب العالمين جابك على فطرة التوحيد وياي الإنسان استاقل وأخلد إلى عالم المادة فأنساه عالم المادة ذكر ربه. سوى لرب العالمين دزل أنبياء، دزل رسل، دزل أئمة، دزل كتب حتى يذكروا بما نسيه. إذا ما رضى أن يتذكر رب العالمين يفتح له أبواب الخير، مو البركة، يفتح له أبواب الخير، مال، أولاد، ينعمه، يملي له، يمهله، ما فاد، شو يسوي له؟ يضربه، ينتقم منه، خلاص. هذا قانون، قانون يا أخوان، هاي سنة، ليس لها تبديل، ليس تحويل، سنة، هاي سنة، سنة، هذا قانون، قانون يحكم هذا الكون كله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هذا قانون. فلما، وين الآية؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الخير. زين، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون آيسون هالكون. هنا نفتح الآن، دول الأوروبيين وغير الله فاتح عليهم، فتح الاستدراج. المؤمن إذا اتقى وإذا آمن الله يفتح عليه فتح شنو؟ البركة، مو كل فتح، فتح البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، وقلنا البركة في ثقافة الوحي خير دائم، نفع دائم، البركة. مثلا عيسى لما يقول وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني يعني نفاعا، جعلني مباركا نفاعا أينما كنت، بركة عيسى دائمة يوم انقطع؟ سؤال، ها؟ دائما. وجعلني مباركا دائما. الطريف في زيارة الجامعة الكبيرة
الصحيحة السند العالية المضامين. الإمام الهادي سلام الله عليه يعبر عن آل البيت ومعدن البركة، أو العفو مساكن البركة، نص التعبير مساكن البركة. يقول أهل البيت شنو؟ مساكن البركة. أصلا عيسى المبارك أخذ بركته منين؟ من المساكن، مساكن البركة آل البيت عليهم السلام. مساكن البركة، مساكن البركة، الله أكبر. طبعا ثقافة البركة في القرآن ثقافة واسعة أخطبوطية، أنا جامع كل آياته، كل آيات البركة جامعها في القرآن ومهيكلها، مسويها بحث وطارحة في قبل كم سنة، طرحت البحث، بحث البركة طرحته مفصلا، فبحث جميل، بحث البركة في ثقافة الوحي. وإحنا لما نتبرك بمساكن البركة يقولون أننا مشركون كافرون روافض ما اعرف ايش، ما يفهم، ما يفهم، معروفه خير، ما لنا شغل دي. زين، لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم، الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا غيروا، الله يغير النعمه الى نقمه، لو ما يغير يغير، يغير لما يغيروا، يعني العمل إلى تأثير يوم ما إلى تأثير على الكون كله، على المجتمع، على المنطقة، على العالم. ولهذا الإنسان من يرتكب ذنب، هذا الذنب يضر الكون كله، محاسبته على الذنب تكون فقط لأنه ارتكب على نفسه يؤثر على الدنيا كلها. شو تشوفون انتو؟ أثر على الكل، لما أثر على الكل كون يتحاسب بهالمقدار، زين حساب هالمقدار إيش قد يعني؟ زين، هسه البارحة قلنا العمل الإيجابي، هذا قلنا، الباقي ما قلناه خلي أكمل الليلة حتى إن حصلنا فرصة للزهراء عليه السلام شوي نسولف عنها. البارحة قلنا الجانب الإيجابي، أعمال حسنة تؤثر بشكل حسن على الكون، وهاي هي المجموعة الرابعة من الآيات الأخيرة في تأثير الأعمال على الكون. هاي البارحة قلناه، البارحة وصلنا إلى هنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. الآية المقرية البارحة، إن تتقوا الله، لا شوفوا 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 التأثير، إن تتقوا الله، عمل يومه عمل، عمل حسن يومه حسن، أثر، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تصير عندكم ملكة اسمها ملكة شنو؟ فرقان. إخواني هنا هسه ما دام قلت ملكة تذكرت فشيخة اللي أقول لكم به، علماء هاي الأمور الزينة اللي نسويها، ما دام احنا قلنا عمل حسن أثره، يكون عندك ملكة فرقان تفرق بي بين الحق وال باوعوني. قلنا عمل حسن تسوي، الأعمال الحسنة مرة تكون على مستوى حال، يقول علماء الأخلاق، مرة تكون على مستوى شنو؟ حال. حال يعني شنو؟ تدري شنو يعني حال؟ يعني إنسان يوم من الأيام إلى خلق، الفقير اللي يجي يساعده هو عنده مزاجه اليوم زين، المريض اللي يجي يساعده، المحتاج اللي يجي يساعده، إذا شاف له واحد بالشارع مظلوم يعينه يروح يزور مريض، ثاني يوم مزاجه شنو؟ مزاجه معكر، المريض يجي يشتمه يسبه، المحتاج اللي يجي طرده، شايف شلون؟ ثالث يوم مزاجه تحسن استقبل. هذا يقولون الحالة الحسنة عنده بمستوى حال، بمستوى شنو؟ يعني تتبدل أو لا تتبدل؟ تتبدل، هذا حال، حالة زين، هذا حالة مو زين، شايف شلون؟ عادة هاي من يتميز بها؟ الطغاة، الحكام، المزاج اليوم زين يا هو، اللي يجي يقول لهم كرمون طو، إذا ثاني يوم مزاجه مو زين يا هو طب لقم سجنوه، سجنوه
حال. هذا تشوفوه مفيد يو ما بي ثمرة المرجوة عند الله، ما بي ثمرة، هذا ما بي ثمرة، قضية حال. يعني هذا مثل إنسان خاف صار وجهه أصفر، راح الخوف رجع وجهه طبيعي، استحى صار وجهه أحمر، راح المستحى رجع وجهه طبيعي. حال حال. يقولون الإنسان أو أكو درجة أعلى من هاي الدرجة المفروض تكون بالإنسان. شنو هاي الدرجة؟ ملكة. يعني هذا جابني، إن تتقوا الله يجعل لكم، يعني تصير عندك ملكة الفرقان، الأعمال الحسنة تكون عندك شنو؟ ملكة. ملكة، أنت مرتاح، أنت متأذي، أنت عندك ملكة الأعمال الحسنة والأخلاق الحسنة. هذه ثمرتها جيدة لو مو جيدة؟ بل ممتازة، ها؟ بل ممتازة، ممتازة. زين أكو درجة أعلى من هاي؟ هو أن الأعمال الحسنة صار عندي ملكة. علماء الأخلاق يقولون أكو درجة أعلى. شنو الدرجة الأعلى؟ يقولون المقام. الشنو؟ مقام. مقام بأي معنى؟ يعني مو قضية بس ملكة، أنت مقيم على الخير وإقامتك دائمة يوم منقطعة، دائمة دائمة، أنت مقيم على الخير، أصلا لا تفكر بالشر في يوم من الأيام. هذا أعلى الدرجات ومو أعلى الدرجات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة مقام. هذا درجة المقام. إذن حال، ملكة، مقام. من تجون الأهل البيت عليهم السلام زيارة الجامعة تخاطبهم عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم. الله أكبر، سجيتكم. إخواني أمير المؤمنين مرة أيامه، والله هاي يعني هاي أمور من تقرأها تتعجب، تقول شنو هاي، معقولة؟ واحد كان يقاتل أمير المؤمنين في معركة من المعارك، قال يا ابن أبي طالب هبني سيفك. ها قاعد يقاتله عدوه، قال يا ابن أبي طالب هبني سيفك. الإمام قال له خذه، شمر. قال له يا ابن أبي طالب وصل بك الكرم أن تعطي سيفك لعدوك وهو يقاتلك؟ قال له والله كرمنا آل البيت ما له حدود، تطلب مني سيف غير سيف أعطيك إياه حتى لو تكون عدوي، أنا هذا كرمي بعد آية إحنا هج. قال له والله يا ابن أبي طالب هذا ديدن أهل الدين، مد يدك. مد إيده، وضع يده على يد أمير المؤمنين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإمام علي أملزمه من إيده جابه للنبي، قال له هذا صار مسلم. شلون صار مسلم؟ قال له بكرمي يا رسول الله، طيب سيفي صار مسلم. شنو هذا؟ هاي يسمي هذا عادتكم؟ والله أقرأ رواية ثانية آخر ليلة وليلة قدر الليلة ونتقرب إلى الله بآل البيت عليهم السلام، خلي يطيب قلوبكم. أقرأت رواية واحد بس هذا يظهر ذكي، الله نور قلبه للإيمان بصراحة. هاي تسمى النفحات، ما أدري ناس ولفت بالنفحات قبل فترة، لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، الليلة ليلة النفحات. واحد يجي الأمير المؤمنين، شوف هذا شلون استغل النفحات. شوف جاء الأمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين أنا فقير اغنني. قال له زين. قال له مريض داوني. قال له زين. قال له جاهل علمني. ترى مو سهلات، أنا مريض داويني، أنا فقير اغنيني، أنا جاهل علمني. الإمام علي سلام الله عليه قال له شوفوا 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 الإنسان إذا كان ذكي ويعرف شلون يحصل النفحة، النفحة النازلة ما يضيعها. الإمام علي قال له فقير روح اشتغل وتعيش، مريض روح للطبيب يعالجك، جاهل روح تعلم. قال له يا أمير المؤمنين أنت الغنى وأنت العلم وأنت الطبيب، لا استمعوا لي، ثلاثة أنت هاي. لو الإمام علي قايل لي كان هم قلت له جزاك الله خير ودرت وجهي ومشيت، لو داير وجهي ومشيت حصلت النفحة يوم ما حصلت
ما حصلت النفحة هاي. لله في أيام دهركم نفحات، أهل البيت يقولون فتعرضوا لها، اقتنصوها لا تضيعوها، اغتنموا الفرص. علي يقول قلت لا تتهن أنت يا أمير المؤمنين وما روح دامة الطين إياهن. قال له أما الأموال رفع يدي أمير المؤمنين قال اللهم اغنه بحلالك عن، خلص صاحبنا صار خلص بقى. قال له وأما المرض الإمام علي مديده على صدره قال اللهم اشفه وعافه كذا بعافيتك، بقى مرض راح بإذن الله تعالى. قال له وأما العلم أمير المؤمنين رفع يديه إلى السماء قال اللهم اجري الحكمة على لسانه. قام يحكي حكمة لو ما قام يحكي حكمة، ترك علي وراح وهو محمل بالنفحات، محمل بنفحات أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا كرمهم، هذا كرم آل البيت عليهم السلام. تعرضوا أيها الإخوة لكرمهم. يا إخوان هاي القصة اللي كلكم سامعيها بس محلها ليلة القدر في الروايات الشريفة، ليلة القدر ليلة فاطمة، لأن الليلة تنزل الملائكة بصيغة المضارع، تنزل كل سنة بالقدر تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام. زين تنزل الملائكة على من الليلة؟ على مفتي ما أدري منه، هذا الأعمى اللي الكاميرا منه هو يباوع منه ويقولهم الحسين أفسد فسادا كبيرا في الدين ويزيد أمير المؤمنين. الملائكة تنزل على هذا أعمى القلب والعين، الملائكة تنزل وتنزل على مهدي آل محمد. مهدي آل محمد ابن الزهراء. الليلة ليلة فاطمة وأولاد فاطمة، الملائكة الليلة كلها الليلة الروح ينزل على إمامنا المهدي، يطي إحداثيات إيش راح يصير للسنة الجاية، يعني إلى ليلة القدر الجاية يقول له يا ابن رسول الله آي من رب العالمين راح يصير هذا كله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني إيش راح يصير يطون الإمام من كل أمر، شنو راح يصير من الليلة إلى السنة الجاية في ليلة القدر راح يسلم للإمام المهدي التقرير الليلة. هسه تريد تضحك اضحك، هاي آية قرآنية لو مو آية قرآنية. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ما يبقى أمر ما يخبرون به الإمام سلام الله عليه أنه هذا راح يصير. إن شاء الله عاد المقسوم لنا خير بجاه محمد وآل محمد السنة الجاية. أيوة اللهم أبدل سوء حالنا بحسن حالك، اغفر ذنوبنا يا كنا عيوب استر عيوبنا بليلة القدر، اشفي مرضانا واشفي أمراضنا الروحية والجسدية يا الله، ارضي عنا إمام زماننا بمحمد وآله الطاهرين، لا تخرجنا من هذه الدنيا الدنية حتى ترضى عنا بمحمد وآله الطاهرين. خوش ليلة، الليلة الأعمال تعطى للإمام راح يصير، يعني إن شاء الله مكتوب لنا الخير بالنبي وآله. هسه ما دام كرم أهل البيت وإلى آخره خل أقول هاي الحكاية، قصة معروفة بس مكانها الليلة، مكان الليلة تسوي المجلس مو مثل كل ليلة نظري، الليلة شوية روحي روحي. أجى فقير للنبي صلى الله عليه وآله قال له جوعان انطيني ملابسي، مسافر، قال له ملابسي تعبانة من السفر أريد ملابس، الناقة مالتي راحت أريد ناقة، فلوس ما عندي أريد فلوس. أنت نبي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له يا أعرابي أنا صار لي 3 أيام ما كلي ربع قرصة خبز، أنت تريد مني فلوس وتريد مني أكل وتريد مني مال وتريد مني ناقة وتريد مني ملابس وتريد مني، هو أنا كسرة خبز صار 3 أيام عايش عليها منين أنطيك أنا؟ راد مثل الضاج زعل من رسول الله، دار وجهه رسول الله قال له يا أعرابي، قال نعم يا رسول الله، قال له الدال على الخير كفاعله، قال له دلني على الخير، أنت أصل الخير يا رسول الله، قال له روح البيت بنتي فاطمة، بيت بنتي فاطمة عمره ما رجع له واحد. النبي يدري فاطمة ما عندها شيء لو ما يدري؟ والله النبي يدري الحسن والحسين 3 أيام صيام وفطور ما عندهم، والله النبي يدري، بحيث من راح صايمين يا أبوهم وأمهم،
بحيث من راح إلهم شافوا وجوههم صفرة ويرتجفون من الضعف، فبكى لهما رسول الله ودعا الله فأنزل الله لهما أو لهم جفنة من الجنة بها ثريد ولحم من الجنة. قال له هاي هدية من الله فليأكل الحسن والحسين يا رسول الله. يدري ما عندهم شيء. سلمان يقول فاطمة قامت احسبت بعبايتها 17 مكان مخيطة بخوص نخل. عباية فاطمة بترس. يقول بكيت. قالت لي ليش تبكي فاطمة؟ ليش تبكي سلمان؟ قلت لها هاي اليهود بالمدينة نسوانهم تلبس الحرير والذهب مالتهن تارسة سامهن وبت محمد عبايتها 17 مكان مخيطة بخوص نخل. قالت لي يا سلمان أنا بت الآخرة مو بت الدنيا، نحن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة. لا تتأذى علي. المقصود قال له روح البيت فاطمة ما يراجعك. هذا الكرم كرم كرم بركة نفع دائم أهل البيت مساكن بركة الله. المهم اجى هذا الأعرابي الباب فاطمة دق الباب السلام عليكم أهل بيت النبوة موضوع الرسالة. عليكم السلام. من الطارق؟ قال هسائل وافد على بابكم آل البيت. وش تريد يا سائل؟ قالها أنا غريب، ناقة ما عندي، أريد ناقة ترجعني لأهلي، فلوس ما عندي، ملابس ما عندي، أكل ما عندي، كل شيء فلوس ما كل شيء ما عندي، انطوني كرموني. الزهراء عليها السلام عدها قالت لي يا أعرابي من 3 أيام إحنا ما ماكلين شيء ما عندي. قالها أبوش دزني إليك، أبوش قال هذا البيت ما قصده قاصد ورجع خائف. قالت لي إيه خلص خلص. شعدها فاطمة عدها عقد قلادة أهدتها إليها فاطمة بنت الحمزة أسد الله، الحمزة ابن عبد المطلب. هاي القلادة أنطتها للزهراء، هسه ما أدري بعروسها مثلا أنطتها إياها ما أعرف. قالت لي تذكرت يا عرابي راحت للقلادة جابتها أنطتها إياها. قالت لي روح بيع القلادة وسيبدلك الله بها خيرا. شكرا سيدتي. إجا للمسجد النبي قاعد بالمسجد قال له يا عرابي رحت البيت فاطمة بنيتي؟ قال نعم رحت يا رسول الله. قال له بشر. قال له كريمة بنت كريم يا رسول الله ما رجعتني. قال له ايش أعطتك؟ قال له أعطتني هذا العقد، قالت لي بيعه وسيبدلك الله به خيرا. قال له يا أعرابي وكيف لا يبدلك الله به خيرا وقد أعطتك إياه فاطمة بنت محمد؟ يا أعرابي والله لو اشترك الثقلان بهذا العقد ما عذبهم الله يوم القيامة. لو جن والإنس يشتركون بهالعقد الله ما يعذبهم كرامة لعقد الزهراء. بعد شتري عرضة للبيع، عرضة للبيع. قال من يشتري مني هذا العقد الفاطمي؟ فاطمة هاديت الفاطمة مو يولا، فاطمة هاديت الفاطمة. من يشتري أبو فلان وأبو علان؟ حاشا لله، هذا عقد لامس جسد الزهراء. قام عمار أبو اليقظان قال له بيش تريده يا أعرابي؟ بيش تبيعه؟ قال له أبيعه بشبع بطني، ناقة ترجعني إلى أهلي، ملابس تسترني، فلوس تملأ جيبي. قال له لك كل هذا يا أعرابي، جيب العقد. جاب العقد، أنطى ناقة، أنطى ملابس، أنطى فلوس، أنطى طعام إلى آخر. الأعرابي رجع للنبي، النبي قال له ها أعرابي حصلت التريدة؟ قال له حصلت يا رسول الله. قال له أعرابي هذا الفضل من الله، بس بسبب منه؟ قال له بسبب فاطمة. قال له ادعو الفاطمة. ذكي هذا الأعرابي، ابن صحراء، دماغه صاحي نظيف، فطرة عنده. رفع عيده بالدعاء، قال اللهم اعط فاطمة ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت. النبي ضحك قال له ليش تضحك يا رسول الله؟ قال له يا أعرابي وقد أعطاه الله ذلك. قال له شلون أعطاه؟ قال له الله أعطى فاطمة أبكى محمد. منو عنده بالدنيا أبكى محمد؟ الله أنطى فاطمة زوجك علي، الله أنطى فاطمة أولادك الحسن والحسين. أكو مرة بالدنيا الله أنطاها مثل ما أنطى فاطمة؟ أنطاها ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت. الأعرابي دار وجهه وراح. عمار لزم العقد وضعه على عينيه، قبله على رأسه على صدره على عينيه، تمسح به تبرك به، ثم وضعه
بقطعة قماش يمانية طيبه وهو المطيب باسم فاطمة عليها السلام، أنطال غلام العبد، قال له غلام أنت مشتاق ترجع لأهلك يوم ما مشتاق؟ قال له والله يا سيدي مشتاق تعتقني وارجع لأهلي. قال له ها، فكاك رقبتك بقبول الزهراء، هذا العقد منك أنت وذكائك، روح. هذا الخطية الغلام هم إجا وقف قبال باب الزهراء، السلام عليكم أهل بيت النبوة موضع الرسالة، عليكم السلام، من الطارق؟ غلام عمار. أهلا بغلام عمار، إيش رايد سيدتي هذا عقدك؟ قال لها عجيب، أنا هذا اعطيته للأعرابي. قالها سيدتي اشتراه سيدي عمار كذا 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 وهذا أرجعه إليك. قالت له بس إحنا أهل بيت كرم، اللي يطلع منا ما يرجع لنا، إحنا أهل البيت. قالها سيدتي، قالت لها بس شنو انكسر قلبه؟ شبيك؟ قالها إن فيه فكاك رقبتي ورجوعي إلى أهلي، وأنت أم الرحمة والكرم، رحميني يا زارة. ما وعدت له كسر قلبها. سادتي ما أحلاكم، ما أعظمكم، ما أجملكم، ما أحلى أسماءكم، الله لا يفرق بيننا وبينكم، تبا لأعدائكم، إيش يسوون أعدائكم حتى نمشي وراهم. باوعت له انكسر قلبها عليه. قالت له خلص ما خيب ظنك يا غلام، جيب العقد. جاب العقد، الغلام ضحك. قالت له ليش ضحكت؟ قالها سيدتي أضحك لبركة هذا العقد، فوالله لقد أشبع جائعا وكسى عريانا وأغنى فقيرا وأرجع غريبا وأعتق مملوكا ورجع إلى صاحبه. زين، إذا كان قلادة لأنها ارتبطت بالزهراء هاي بركتها، نفس فاطمة شنو؟ فكروا بذلك، هي الزهراء شنو؟ الزهراء شنو؟ في الروايات الشريفة علي عليه السلام رهن ثوب الزهراء عليه السلام، ملاءة يعني ملاءة تلبس فوق العباءة، رهنه عند يهودي، الإمام علي في المدينة. طبعا سبب ليش رهن يم يهودي راح تسمع السبب، شوف شلون باب هداية صار. اليهودي يم 70 بيت يهودي، تدرون اليهود وحقدهم على الإسلام. ذيك الليلة ملاءة الزهراء ما بقي بيت من بيوت اليهود إلا ودخله نور هذا الثوب، هاي الملاءة اللي هو ثوب إضافي فوق العباءة. الروايات تقول 70 بيت يهودي كلها أسلمت ببركة هذه الملاءة. هاي ملاءة فاطمة، نفس فاطمة شلون؟ شنو الزهراء؟ عادتكم الإحسان، سجيتكم الكرم، أطوف ببابكم في كل حين كأن ببابكم جعل الطواف يا آل البيت. الحسين لما إجا واحد وقال له أبا عبد الله أريد كذا محتاج، ما قال له إيش قد أريد، هو كان يفكر الحسين ينطيه 50 درهم 100 درهم فضي. الحسين شالك 1000 دينار ذهبي أنطاه. تدرون إيش قد فرق يعني؟ يعني أنت هسه خال ببالك، مو أنت واحد خال ببالك فقير، خال بباله يروح الواحد يعطيه 5000 دينار، شال لفد 30 مليون طه، يتفاجئ لو ما يتفاجئ؟ قام يبكي. طبعا الحسين هم مديدة من وراء الباب، ما انطاه وجب وجي وانطاه هي، هذا قام يبكي. الحسين قال له استقللت المال قليل؟ قال له شنو قليل أبا عبد الله، شنو قليل؟ قال له ليش تبكي؟ قال له أبكي على هاي الكف تصير بالتراب في يوم من الأيام، هالكف الكريمة هاي حرمات تصير جوا التراب في يوم من الأيام. هسا أنا أقول له يا مو قضية جوا التراب، هاي الكف داستها الخيول يا ولد، داستها خيول الظالمين، هاي الكف الطائرة.
ألمي عليك يا أبا عبد الله. مو خوش جازوكم الناس يا سادتي، تبّل للناس، تبّل للناس والله، مو خوش جازوكم الناس. كلكم عطاء وكرم على الناس كنتم يا آل محمد، بس الناس مو خوش ناس، شو تسوي لهم؟ مو خوش ناس. هاي القصة أنا هواي ذاكرها على المنبر، هواي هواي ذاكرها هواي، بس بعد الليلة ما أدري إيش بيها قلوبنا ماردة. المهم مروان لما ثار عليه أهل المدينة وكان يبحث عن ملجأ، مروان هو كان إلى يد قتل الإمام علي، كان إلى يد بقتل الحسن، كان إلى يد بقتل الحسين، مروان وزغ وثاروا عليه أهل المدينة وقام يبحث عن ملجأ يلتجئ إليه. راح العبد الله ابن عمر بن الخطاب قال له مو أني ألجأ يمك، لا لا أدري بيك ما تطبب ببيتك، زوجتي وبناتي فقط خليهن يمك حتى أقدر أهرب من المدينة، إذا وياي نسوان ما أقدر أهرب، النسواني أخرني، بس نسواني يمك حتى أقدر أهرب. عبد الله بن عمر قال لك فيني شرك وشر نسوانك، هذا صاحبه، قال لك فيني شرك وشر نسوانك، أهل المدينة شايلين حقد عليك، إذا دروا بنسوانك يمي يجوني هتكون عرضي وعرضك، كفيني شرك. مروتك قال له أنا بشدة، قال له لا شدة ولا هم يحزنون، سد بابه، قال له فيني شرك مروان. وين يروح مروان؟ كل هالدور عليه. فكر فكر فكر، قال ما لها غير زين العابدين، أبدا، قال ما حد يستقبلني غير علي بن الحسين. مولانا إجا الباب زين العابدين، العابدين دق بابه بإيديا مروان الملطخات بدماء آل محمد، إيديا تنقط من دماء آل محمد، دق باب زين العابدين، الإمام زين العابدين فتح الباب، قال له مروان، قال له نعم يا ابن رسول، قال له دزيت ببراك ثلاث هاشميين يدورون عليك، قلت لهم هذا بشدة جيبوه انضمه، قال له لا سيدي أنا ما أنا ارتشرت للشام، قال له شرايد، قال له نسواني، قال له خفي طبا مع بنات رسول الله، طببهن الإمام وهو هرب، وصل للشام دز رسالة للإمام، يا ابن رسول الله راح أدز لك هذا البيد الرسالة خلي جن النساء وياه، الإمام هم دز النساء وياه، وصل للنساء يسألهن مروان شلون قضيتن هاي الأيام في بيت زين العابدين هاي الأشهر، قالوا له مروان مخزينة أنت قدام علي بن الحسين، قالهم شلون، قالوا له بس دخلنا بداره أمر علوياته ألا تشرب امرأة قبل أن نشرب، لا تأكل علوية قبل أن نأكل، السفرة تنفرش إنا نأكل ونشرب بعدين العلويات يأكل ونشرب، هذا هو علي بن الحسين. ذولا آل البيت بالنتيجة، هؤلاء هم الأئمة الذين ننتمي لهم سلام الله. بعد ما أقدر أكمل حكي، أكمل حكي أكو عبرة بصدوركم، ليش أخربها؟ حرمات حرمات أخرب العبرة البصدور، بس الجزاء مو خو جزاء، الجزاء محمد اليوم يموت، ثاني يوم يأتي جبان عمره ما شال له سيف، جبان ما عرف معركة بعمره، قضى عمره فرار غير كرار، عمره قضى فرار، يجي صار سبع هذا الجبان صار رجل، يجي إلى بيت مرة عندها أربع أطفال، يرفس الباب برجله، يا علي أخرج وإلا أحرقت عليك دارك نارا. زين علي مكتف، علي النبي قال، النبي قال له، قال له أبا الحسن أمامك خيارين أحلاهما مر، تقاتل تقتل الإسلام اللي أنت بنيته، ما تقاتل تقتل الزهراء، فإحنا نضحي بأنفسنا من أجل الإسلام وبكيفك يا أمير المؤمنين، هاي الخيارين اللي خلاهن النبي قدام علي، يو يو كيفك. أم الحسن قالت للأمير المؤمنين من رخصتك حاجيهم من وراء الباب، الباب مسدودة، أذكرهم بالله بأبويا ببيتي، وقفت وراء الباب، قالت لفلان أنت ما سامع النبي بإذانك يقول باب فاطمة بابي حجاب وأعجابي، حجاب وأعجابي،
يا إخوان والله بالروايات النبي كان من الضيق بالدنيا ماكو من يتعب، النبي من يتعب من هال من هال هالوجوه الكالحة اللي النبي عايش بيناتهم، من يتعبون النبي بالروايات واحد يجر ثوبه، واحد يقول له اعدل يا محمد، واحد يقول محمد يهجر، واحد يقول ذولا كان عايش بيناتهم. لما كانت الضيق بالدنيا يجي للزهراء بيتها، يدخل عليها يباوع بوجهها، تقول له أبتاه باوعولي، تقول له أبتاه أراك تحقق النظر إلى وجهه بس تباوع لي خير. يقول لها حبيبتي متألم من الناس ومن الدنيا، وأنا من الضيق الأبواب بوجهي أباوع الوجه شرداح، أنا همومي من أشوفك تروح يا باطل، فأنا من ضيق الدنيا بوجهي أجيك أباوع بوجهي شرداح يا زهراء. قالت لفلان صرت سبع انت، صرت رجال انت، قضيت عمرك جبان انت، هسه رجل صرت انت، تدرب علي مكتف وانا مرة ما اقدر اقاتلك، انا صرت علينا رجل انت. وكانت مني اذوها تصيح اين اين عمي حمزة، ولا حمزة دلي اليوم، وين الزلم راح، وين جعفر البطل، ولا جعفر لي اليوم، راحت الزلم راحت ما لزم، وعلي كتف أبويا النبي ما يقدر يسوي شيء. المهم قالت له انت ما سامع النبي يقول باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، انت ما سامع أبويا يقول فداكي أبوكي، انت ما سامع أبويا يقول أم أبيها، انت ما تدري أبوي كان يبوس يدي، انت ما تدري أبويا يقول فاطمة سيدة العالمين والآخرين، انت ما تدري ابويا يقول فاطمة سيدة نساء الجنة، انت 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 انت. هذا شاف الزهراء اذا تبقى هيك تحكي راح تقلب الوضع عليه، رفس الباب برجله كل قوته وخلى النار على خشب الباب، الباب وجنار ورفس على الزهراء، انفتحت الباب نار ورفس تنفتح الباب، باب خشب زين. هي سوت من فتحت الباب لادت خلف الباب حتى ما يشوفوها، حجابها الخارجي ما كانت لابست الزهراء، لادت خلف الباب تستر روحها زين. هي كانت حامل ومقرب، مقرب ثامن تاسع مقرب، لادت خلف الباب، ذولا رفسوا الباب عليها، الباب بيها نار، قام تدفع الباب عن جسمها، هم يدفعون الباب عليها. مرة مرتين ثلاثة ضحفت عن دفع الباب، دفعوا الباب عليها دفعة قوية، المصيبة الباب كان بيها مسمار، قلبت المزمار في صدرها وسقط جنينها، صاحت يا أبتاه يا رسول الله تعال شوف الزوى بي فلان وفلان، ابويا مثل الباب لا جنب علي حلا، حسبي الرجس من اللي دخل بالباب، حسبي النجس من اللي دخل بالباب، حصرني ابويا عصرني أبويا والجنين انصاب، يا أبويا ومحسن يا لي يزد منه. خوش دمعة ليلة القدر، خوش دمعة يا ليلة القدر يا فاطمة، يا فاطمة يا ليلة القدر، أغيثينا يا بنت محمد، يا أم محمد، يا أم النبوة والإمامة. صاحت يا فضة صدرين عاد ومحزن وقع يا معذبة الباب، جت فضة ولقتها فوق التراب، يسيل من الصدر وظلوا عدة. صاحت إليك يا فضة فخذيني، وإلى صدرك فشنديني، فلقد والله أسقط جنيني، أسقط جنيني. صاحت يا فضة وين أبو حسين، أبو حسين أخذوني المسجد، والله صاحت يا فضة وين أبو حسين، خلي يشوف دمعي على الخد يا
واشفع ليش يا سيدتي. والله خلي يشوف دمعي على الخدي يا فضة انكسر ضلعي وطاح الجنين طاح الجنين 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 يا فضة السخن يحضر الكبر. تدرون الشاعر شي يقول للأمير المؤمنين؟ يقول له خصك الله بكل علم دون الأصحاب علي وصرت تعلم بالذي يحضر وغاب يصير ما تدري جرب عذبة الماء أخبريك محسن سداط بعتابها يا علي. فضة وين علي؟ قالت له سيدتي علي شتفوه وأخذوه من الباب الداخلي على المسجد وسد الأبواب إلا بابه. بيت الزهراء إلى بابين، باب على الخارج باب على المسجد. هم دخلوا من باب على الخارج أخذ طبوا للبيت أخذوا علي وأخذوه من الباب على الداخل على داخل المسجد. الزهراء طبعا جنينها مسقط ضلعها مكسور البسمار نبت بصدرها زين حالتها يرثى لها. فضة شافت الزهراء ترجف كلها ترجف بعد امرأة جنينها مسقط شلون يكون حالها؟ قالت لها لبسيني عبايتي ودخليني للمسجد وراهم حتى انقذ علي من الموت. ذولا يردون علي بايع، علي ما راح يبايع، ما راح يبايع اكو عندهم حجه يصفوه يقتلوه. فكون اخرب المخطط مالتهم يا فضه. قالت لها سيدتي وضعك ما يتحمل الطبيب للمسجد، ما تقدرين. انت ما تقدرين توقفين على رجليش. قالت لها انت سنديني واخلي ايد على الحسن وايد على الحسين واقوم للمسجد. هسه انت بعد خلي الصوره ببالك، شلون تخليها ببالك خليها ببالك الصوره، شلون ما تريد تخليها خليها الصوره. المهم دخلت الزهراء عليها السلام تتوكع على فضه تتكع على فضه وعلى الحسن والحسين، خال ايد على الحسن وايد على الحسين وطبت للمسجد. لما طبت للمسجد الثاني قال للقنفذ غلامه قال له رجعها لبيتها خلينا نكمل المؤامره، هاي راح تخرب شغلنا. اجى راد يرجعها ما قدر. قال له ما ترضى ترجع؟ قال ارجعها بسوطك اضربها. سلط الخبيث صوته على متنها على راسها على... قام الصيح بصوتها ما ارجع الا بابي الحسن، بدون علي ما ارجع. اجاها خالد بن الوليد ظل يضربها بقراب سيفه. قالت له ما أرجع إلا بأمير المؤمنين. كل ما رادوا يرجعوها ما قدروا. صارت هوسة بالمسجد، المسلمين قام يحشون شنو صاير. المهم بعدين شافت علي ابتعد عنها صاحت أيها الناس إن لم ترجعوا علي والله أكشف عن رأسي وأشكو إلى الله ما جرى علي. يقول الإمام الصادق ارتفعت حيطان مسجد النبي حتى إذا أراد الداخل أن يدخل من تحتها لدخل. أبت ريح صفراء في المدينة هددتهم بقلب راجعها. يا ولدي سويتوا بها الله لا يرضى عليكم، الله ينتقم منكم إن شاء الله. ولكم محمد عند بنية وحدة غيرة ما عدكم، ضمير ما عدكم، شرف ما عدكم، حمية ما عدكم، ولكم إنسانية ما عدكم. تبا لكم إي والله. أهكذا يحفظ المرء في ولده آخر؟ الله أكبر. ولكم خليتوا الزهراء تقولكم أكشف عن رأسي، شنو هالكارثة هذه؟ المهم الإمام الصادق يقول همت أن تكشف عن رأسها. قلت لهم أقلب الدنيا بيكم إذا علم يرجع. لما ارتفعت حيطان المسجد صاح الأول أرجعوا إليها عليها، رجعوه خلصونا خلصونا خد ترجع لبيتها خلصونا. رجعوا لها تركوا الإمام رجع لها باوع لها. هي ترجيف لازم الحسن والحسين خال لأيدها علمتونهم هم يبجون يباوعوا لها صغار واحد 7 سنين واحد 6 سنين يباوعونها تبكي هم هم يبكون. فضة لازمتها وتبكي
والزهراء ترجف وتقولك شفار راجي. قالها يلا خلنا نرجع يلا. أخذها ورجع. لما دخلوا للبيت سدوا بابهم. عادل تفتك له. قال لك لا ألوج من ولا وصدري وبدأي لا أصبغلوها. ليش انت يا أبو الحسن؟ ليش انت يا أمير المؤمنين؟ شلون ذولا تتجاسرون علينا يا أمير المؤمنين؟ أنا ألوج من ولا وصدري وبدأي لا أصبغلوها. محزن زقر من عندي وتجري المحزن دموعي. وانت يصير ما تقعد يا حادر ترد روحي. دم يسيل من صدري ودمع على الوجه يجري. وانت يصير ما تدري. قال لك لا يا حامل حما يا داحي الباب. خل اختم. يا حامل حما يا داحي الباب يا داحي الباب ويا جتال ذن وديوم الاحزاب. ودون النبي تتلقى الحراب وتوقف وشبيح الرمي من الشاب علي. والزهرة تسمع من هالعتاب ترضى يا حيدر شني الأسباب. والله ترضى يا حيدر شني الأسباب. لا قتوع صار زينب قعدت يم أمها وشافت حالتها. تقول هيا بعد عيون زينب شني تهدي. بعد عيون زينب شني تهدي. شني اللي يوجعك يما شدايس. أشوف النج على ضلوع شدايشري. ومن الباب بعيونك تصدي. تقولها أوصيك بوصيتي يما يا زينب موش تنسين. تقولها أوصيك بوصيتي يما يا زينب موش تنسين. لو يوم يما يغدر البين وتلتم عليكم ناس صابين يما صابين كشفين صدره وشم الحزين.